المصالحه في من بعد ديال 2000 واعتراف الدوله بالخطا والاعتقالات الجسيمه في السبعينات والستينات والثمانينات، كاين مجالات المستوى الاقتصادي حاول ما امكن كان واحد شويه ديال، واول مره كنظن بالضبط في المراحل الاخيره بين 97 حتى 2010 كانت نسبه لا سي اليوسفي ولا دريس السكو ولا سي عباس الفاسي كانت على الاقل نسبه النمو، واللي هي اللي مهمه في البلاد وهي اللي كتعطي واحد كتبين لك البلاد تقريبا فين غاده، اللي هي على الاقل كانت كتوصل واحد النسبه ديال 5% على الاقل. هاد الامور ما دخلوهاش الاشكال شنو انه النموذج التنموي القديم هو انا غادي نتكلم عليه اقتصاديا كان كيعتمد فقط على واحد النموذج التنموي ارادي كتدخل فيه الدوله فقط انها كانت اقتصاديا كانت كتشجع القطاعات بحال المخطط الاخضر مثلا الفلاحه مثلا في مجال السياحه المغرب وبلد جميل، مخطط الاستعجالي اللي دار في 2001 القرن 001 في التعليم كانت كتعتمد على هذه القطاعات فقط قطاع. الحاجه الثانيه اللي كانت كتعتمد عليها الدوله هو فقط كانت كتعتمد على المشاريع الكبرى، وهذا الشيء شفناه في العشر سنوات الاخرى كانت تقريبا في الميزانيه العامه ديال الدوله كانت كتراهن فقط على المشاريع الكبرى، مثلا بناء طرق السياره وشفتوا العشريه السنويه الاخيره كيفاش كان تذكر الرفيق، بناء مثلا السكك الحديديه، المشاريع الكبرى اللي كانت مهمه وتشجع على الاقل خوصصت واحد اللحظه دخلنا في العشريه سميتو خوصصت مجموعه ديال الشركات اللي كانت تابعه للدوله باش على الاقل تحل شويه الازمه الاقتصاديه، وهذا الشيء علاش طلعت نسبه النمو. ورغم ذلك كيبقى داك الشيء ضعيف، كان كيبقى ضعيف. جاء اجتماعيا وقع مشكل ولات الهوه ما بين الطبقه المتوسطه، لانني كان كيوازن المجتمع داخل عندك اللي كانت ديك التوازن كانت كتفرضوا لك الطبقه الوسطى، هذيك الطبقه الوسطى اليوم بفعل هذه السياسه الاقتصاديه والازمه اصبحت هذه الطبقه كتنهار، يعني الهرم لتحت ديال الفقر يتسع وكلت واحد الهوه ما بين الطبقه المتوسطه والطبقه الفقيره، والشيء اللي نتج اليوم على واحد الازمات اجتماعيه خطيره. كذلك وهذيك الرهن ولا في الحزب عدم توزيع الافضل لخيرات البلاد، وشفنا هذا الشيء مثلا والدليل على ان كان ولو انه كاين تنزيل الجهويه، ولكن ما تمكنش المغرب اليوم انه فعلا يكون واحد التوزيع عادل للثروات. كتشوفوا اليوم مجالات عده ومناطق عده، الى مثلا استثنينا المناطق الكبرى ديال الدار البيضاء وطنجه والرباط واكادير كنشوفوا مجموعه ديال الجهات اليوم بعيده كل بعد عن التنميه بما فيها طرعات كثيره، شفنا زاكوره شفنا جراده في الجهه الشرقيه وهي كتعاني من ازمه ديال الحدود بينها وبين الجزائر مؤثر عليها بشكل كبير، شفنا الحسيمه وحراك الريف، شفنا كذلك في الاقاليم الجنوبيه، شفنا مجموعه ديال المناطق اللي خلات حركاتها الازمه الاجتماعيه. سياسيا كانت ازمه كذلك، ودور السياسي مهم جدا في التنميه او في بلوره نموذج تنموي جديد. اليوم من بعد حركه 20 فبراير اللي كانت حركه شبابيه نضاليه كانت تجمع تقريبا جميع الاطياف السياسيه، حنا شاركنا فيها كشبيبه الشبكيه ومجموعه الرفاق والاخوان كانوا ضمن هذه الحركه، وهي حركه شبابيه جات نقولوا مع الرابع العربي، ولكن كانت في المغرب موجوده، كانت في اي لحظه غادي تجي، كانت غتطالب بهذه المطالب اللي سميتو، وكانت مطالب مشروعه، مطالب محاربه الفساد، او دير الاقتصاد راه حنا في ازمه، او دير الناس راه كتعيش الفقر، او دير الصحه في المغرب راه ماشي هذيك، او دير التعليم ماشي هو هذا، او دير الاداره ماشي هذيك، هذه كلها رفعتها شباب. استجب لها الملك البلاد في خطاب 9 مارس، ومن بعد مشينا للدستور، كنقولوا دستور متقدم، نطمح لدستور احسن من ذلك، ولكن كان متقدم على جده مستويات، قضائيا، على المستوى القانوني، على مجموعه ديال الامور المضامين اللي كانت على الاقل مهم، عطات واحد السلطه شويه للحكومه انها كتجري مجموعه ديال الامور، استقلاليه القضاء على 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 الاستقلاليه ديال القضاء كانت مهمه. كذلك ازمه الخطاب السياسي، هو من بين الامور اللي خلات اليوم ترتفع الهوه ما بين المجتمع والفاعل السياسي، الحمد لله اليوم انا كنشوف الشباب وكذا مازال كيتصنتوا لينا.
شباب اليوم وقاش قال قاعد يصوت اليوم الفاعل السياسي اللي عندنا بسبب أزمة الخطاب. شباب واعي، كل واعي مثلا كيمارس السياسة مؤطر داخل الأحزاب، هذا سؤال، ولكن يمارس السياسة هذا شيء آخر. يقدر يمارسه فيسبوكيا، كيكسب كيعبر على واحد الفكر ديالو فيسبوكي، ولكن داخل الحزب أو داخل التنظيم السياسي ما كاينش، وهذا شيء خطير. وهنا كنشوفوا اليوم الحركات الاجتماعية كتخرج تنسيقيات بعيدا عن النقابات وبعيدا عن الأحزاب السياسية، وكيديروا تنسيقيات ديال المجتمع وكيخرجوا. يعني هذه رسالة للفاعل السياسي بأنه مابقاش عنده دور، وبالتالي بأن هاد الشباب هذا ياخذوا زمام الأمور وهذا واحد التنسيقيات ويشتغلوا على أساس المطالب ديالهم، وهذا فقدان الثقة في الفاعل السياسي. وهذا من بين الأسباب ديال هذه كانت هو أزمة الخطاب السياسي، وكلنا كنعرفوا سميتو. وأزمة الخطاب السياسي ما كاينش غير ما بين الفاعل السياسي، بل حتى من داخل الحكومة. اليوم كنشوفوا التراشق الحكومي والصراع حول 2021، ومخلين الأمور اللي مهمة ديال البلاد واللي انشر لها الملك في خطابه ولا خطابين الأخيرين، على أنه فعلا الحكومة خاصها تكون جادة وتخلي الصراع السياسي بعيد وتمشي تشتغل في